صباح الخير، اتمنى يكون يومكم حلو. النهارده هنعمل وصفه الدوناتس المحشيه اللي انتوا طلبتوها مني. احنا من كام يوم كده عملنا الدوناتس العاديه المخرومه من النص، والوصفه عجبتكم جدا، ومن وقتها كل يوم بيجيلي صور كتير قوي على انستجرام لتطبيقاتكم، كلها احلى من بعض. ناس قالت انها طلعت معاها خفيفه وهشه وجميله، بس كان في ناس عندها شويه اسئله او يعني قابلتها شويه صعوبات وهي بتعملها. فانا هعمل فيديو النهارده الدوناتس المحشيه، هقول لكم افكار مختلفه للحشوات، واحنا بنشتغل هقول لكم على شويه نصايح وهجاوب على اسئلتكم بحيث تطلع معاكم كل مره بيرفكت. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في قناتي تشتركوا، ويلا نبدا على طول في الوصفه. اول حاجه عملتها ان انا ضفت على الحليب الدافي السكر والخميره وهقلبهم واسيبهم شويه على جنب قبل ما اخلط كل المكونات في طبق في العجانه او اخلطها بايدي. كل المقادير دايما بتكون مكتوبه عندي تحت الفيديو في صندوق الوصف. الالتزام بالمقادير مهم جدا جدا في الوصفات دي. في حاجات تانية بقول لكم ممكن تبدلوا تغيروا، بس في وصفه زي الدوناتس والمعجنات والحاجات زي دي يفضل انكم تمشوا بالجرام، لانه هيطلع معاكم نتائج مظبوطه. او لو هتستخدموا كوبايات تاكدوا ان الكوبايه اللي انتم مستخدمينها هي الكوبايه القياس المعياريه، يعني كوبايه الدقيق متعدد الاستعمالات تساوي 125 جرام، مش 250 زي ما ناس كانت بتقولي، ومش اي مج، لانه في مجات كبيره جدا يعني ممكن يكون حجمها كوبايتين من كوبايات القياس. فتاكدوا ان انتم مستخدمين يا اما ميزان يا اما كوبايات قياس مظبوطه عشان تكون نسبه السوائل للمواد الجافه صح. انا عجنتها حوالي 7 دقائق في العجان، ممكن تعجنوها بايدكم، بس تتاكدوا ان القوام طلع كده قبل ما تسيبوها تخمر، تكون بتلزق والسطح بتاعها من فوق ناعم جدا. هلمها كده على بعض كوره واسيبها في مكان دافي تخمر. العجينه دي بتاخد وقت اطول شويه من العجين الثانيه، يعني ادولها وقتها لحد ما تبقى ضعف الحجم. نرش الطبق او نمسحه زيت ونسيبها متغطيه في مكان دافي. ودلوقتي بقى هوريكم شوية أفكار للحشوات. أول حاجة هنعملها هي كاسترد، مكونات بتاعته بسيطة جدا وموجودة في كل بيت، فكان لازم أوريها لكم. وهو من الحاجات المشهورة قوي بتتحشي بيها الدوناتس. حطيت في الأول السكر والنشا، نشا الذرة، وحطيت الحليب، وهقلب كده مع بعض بالمضرب، وهشغل درجة الحرارة على نار هادية. لما يتخلطوا كويس هقلب معاهم البيض، والبيض برضو أنا ضربته بالمضرب كده قبل ما أضيفه عشان كل حاجة يكون قوامها ناعم، عشان مش عايزة البيض يستوي أو يكون قطع كأننا عاملين أومليت أو حاجة. فعشان يطلع كل حاجة قوامها ناعم اتأكدوا ان انتوا بتحركوا المضرب بسرعة وما تسيبوهاش وتمشوا. مهم قوي في الكاسترد بالفانيليا ان احنا نستخدم فانيليا جودتها كويسة عشان تغطي على طعم البيض وتخلي طعم الكاسترد كله فانيليا. لو ما عندكوش فانيليا كويسة بلاش من النوع ده خالص واستخدموا نوع تاني. انا هنا احتفظت بالنص الاول فانيليا والنص التاني هعمله بالليمون. زودت في الاول بشر الليمونة وبعدين قطعت الليمونة وزودت عصير ليمون، وبعدين حطيت نقطة من لون الطعام الأصفر. أنا بس عملت كده علشان أميز الاتنين عن بعض وإحنا بناكل، عشان كل واحد يختار اللي هو عايز ياكله. لو حابين إن كاسترد الفانيليا أو كاسترد الليمون يكون قوامه أغنى، ممكن تزودوا معلقة زبدة وتحركوا بسرعة لحد ما تدوب وتتخلط معاه. بعد كده بقى هنسيبه يبرد في التلاجة قبل ما نحشيه. أنا بصبه في طبق وبحط عليه طبقة من البلاستيك بس تكون لازقة في الكاسترد على طول عشان ما يكونش قشرة كده من فوق. وتالت حشو عندنا عملتها بزبدة اللوتس. احنا عملنا وصفات كتير بزبدة اللوتس وانا بحبها جدا، بحب طعمها جدا، بس انا المرة دي اخترت ان انا محشيش بيها زي ما هي بس كده الدونتس. كنت عايزة قوامها يكون خفيف شوية، فحطيت زبدة اللوتس وزودت عليها شوية من كريمة الحلويات او كريمة الخف وضربتهم مع بعض. طلع بقى القوام بتاعها خفيف وفلافي وخفيفة كده، مش زي زبدة اللوتس قوامها سميك، كان طعمها حلو جدا. بعد ما العجينة بتاعتي حجمها بقى الضعف خدتها وفردتها بالراحة. ناخد بالنا واحنا بنقطعها ما نقطعهاش رفيع، نسيب سمك العجينة 2 سنتي مثلا. وبعد كده قطعتها بالقطاعة، والعجينة اللي انا بشيلها من اللي هي حواليها دي عادي تتلم على بعض تاني ويتقطع منها، بس ممكن نسيبها مثلا 10 دقايق ترتاح لو هي بتقاومنا شوية. ودايما ابدا باللي انا قطعتهم الاول واسيب اللي انا قطعتهم في الاخر ياخدوا وقتهم عشان يخمروا. زي ما عملنا المره اللي فاتت برضو قطعت ورق من ورق الزبده وحط عليه كل دايره من العجينه علشان لما اجي احطها في الزيت ما بوظش شكلها وخلي الهواء يخرج منها.
فهنزلها في الزيت بالورقة زي ما هي كده. أسخن الزيت بقى وأسيبه ياخد وقته لحد ما يوصل لدرجة الحرارة المضبوطة، دي مهمة جدا، درجة حرارة الزيت بتفرق كتير جدا. أنا بستخدم درجة حرارة 160 مئوية، بستخدم الترمومتر، أنصحكم أنتوا تستخدموا الترمومتر أو على الأقل بالعين تتأكدوا إن هي شكلها كده، في فقاعات حواليها، عاملة فقاعات حواليها بس مش كتير قوي ومش قليلة قوي، لأن درجة الحرارة لو أقل من 160 أو الزيت بارد قوي الدوناتس هتشرب زيت كتير، ولو أعلى يعني لو الزيت سخن قوي هتتحرق بسرعة من بره، هيطلع لونها بني قوي من بره ومن جوه هتكون لسه نية وما استوتش. فدي درجة الحرارة المظبوطة إنها تاخد لون ذهبي وجميل وفي نفس الوقت تكون مستوية وخفيفة من جوه ومش شاربة زيت. أنا برضو حطيلكوا رابط للفيديو الأول في صندوق الوصف للي عايز يشوفه، برضو قلنا فيه معلومات كتير مهمة. في ناس سألتني ينفع نفس العجينة دي ندخلها الفرن؟ أنا شفت ناس كتير في الكومنت سألوا إن هم دخلوها الفرن وعجبتهم، بس أنا عن نفسي جربتها والصراحة ما حبيتش النتيجة قوي. الييست الدوناتس أو الدوناتس اللي بالخميرة اللي من النوع ده يفضل انها تتقلي عن انها تدخل الفرن، بس انا قريب هعمل لكم وصفه تانية تتخبز في الفرن، يعني وصفه دوناتس من غير قلي، بتكون مقاديرها مختلفه شويه والعجينه بتكون غالبا سائله، يعني مش زي دي ينفع تتقطع وكده، بتبقى مختلفه وقوامها اقرب للكيك. دي هنعملها مره تانية ان شاء الله بمقادير مختلفه. لما بطلع الدوناتس بقى من الزيت انا ما بحطهاش في السكر على طول، بكون مجهزه طبق فيه سكر، ممكن كمان تحطوا عليه رشه قرفه لو حابين، بس انا بسيب الدوناتس الاول على راك او على مناديل تنقط شويه، وبعدين بشيلها بقى احطها في السكر بحيث تاخد طبقة خفيفة من السكر حواليها. لما تتحط في السكر لازم تكون الدوناتس دافية او سخنة، يعني ما تسيبهاش تبرد تماما والا مفيش اي حاجة هتلزق فيها. لكن بالنسبة للحشوة نستنى بقى لما تبرد تماما قبل ما نحشيها، يعني لما تيجي نحشيها بكاسترد، شوكولاتة، نوتيلا، اي حشوة لازم تكون بردت. اول حاجه بعملها ان انا باخد تشوبستيك او سكينه رفيعه وبعمل فتحه في الدونت وبحركها جواها شويه عشان اعمل تجويف جوه يتملي بالكاسترد او الحشوه او اي حاجه هحشيها بيها، وبعد كده بستخدم يا اما اقماع تزيين يا اما انبوبه زي بتاعه الانبوبه، لا علبه زي بتاعه الصوصات والحاجات دي بتسهل عليا ان انا احشيها بقى من غير ما يكون شكلها بويز او يعني مش مظبوط. فبملى كيس التزيين بالحشوه بتاعتي وبضغط عليه بالراحه لحد ما احس الدونت عماله تقلبص كده في ايدي ووزنها يتقل واحس انها اتملت كده حشوه كتير. وبس كده طلع بقى قوامها حلو جدا، خفيفة وفلافي مش شاربة زيت، والحشوة فيها كتير زي ما انتم شايفين كده، بجد طعمها تحفة. سؤال كمان من سألته ازاي نحتفظ بيها لفترات طويلة ويفضل قوامها حلو؟ ما ينفعش مع الدوناتس، يعني خليني اكون صريحة معاكو، الدوناتس من الحاجات اللي هي احسن يوم تتاكل فيه نفس اليوم اللي اتعملت فيه، اقصى حاجة يوم او يومين بعدها وخلاص. هي مش من الحاجات اللي يفضل ان هي تتعمل بكميات كبيرة وتتركن، وهي فريش احسن، واليوم التاني غطوها في حاجة وخلوها في حاجة محكمة عشان ما تنشفش، هتفضل محتفظة بالعجينة بتاعتها طرية، بس يعني يوم اكتر من يوم يومين بلاش. حاجات تانية ممكن تقعد لفترات اطول، في وصفات تانية كتير ينفع تقعد لفترات اطول ويفضل طعمها كويس. اتمنى اكون رديت على كتير من الاسئله بتاعتكم النهارده، واتمنى انها تطلع معاكم مظبوطه وبيرفكت، طعمها حلو قوي. عملناها بقى بالنوتيلا وبالليمون والفانيليا وزبده اللوتس، الاربعه كان طعمهم حلو، اكتر واحده انا حبيتها هي زبده اللوتس، وطبعا النوتيلا كان طعمها جميل جدا، اللي بالليمون كمان على فكره منعشه قوي، اعتقد تبقى حلوه في الصيف او كده. وفي حشوات تانية كتير ممكن الواحد يعملها، مربى او اي حاجه تانية تحبوها. وكده خلصنا فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، واشوفكم تاني على خير في فيديو جاي قريب جدا جدا، وباي باي.